السلام على رسول الله. في كما قال الله تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكركم في وقف اليتيم في مكة: أكف اليتيم متى الحياة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، فسارعوا وبادروا واجعل مالكم انفقوه في طاعة الله. جزاكم الله خير. يعطيك العافية. الله يجزاك خير. سلطان عليك شيء؟